ست النائب عمرو درويش. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، اهلا وسهلا بحضرتك. مطلب شعبي يا ست النائب، تعرف قانون التصالح ده مطلب شعبي، والحقيقة يعني احنا محتاجين مجهودكو يكون مكثف بعد العودة في أول أكتوبر حول هذا القانون. مليار مبروك للشعب المصري، تصريحات السيد رئيس الوزراء وقبله السيد وزير العدل عن انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح هو انتصار للإرادة الشعبية المصرية، هو إحساس حقيقي من القيادة السياسية باحتياج المواطنين في هذه الفترة يعني الفارقة من عمر الوطن لتخمين أوضاعهم، وإن هم يسكنوا في مسكن آمن وفقا لقواعد الدستور والقانون المصري. نعم. حديث طبعا سيد رئيس الوزراء النهاردة، ويمكن أحاديث متتالية صدرت من قبل الحكومة بتؤكد على إن القانون إن شاء الله، يعني إحنا نقدر نقول أن هذا القانون هيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بعد عودتكم على طول في البرلمان إن شاء الله بإذن الله. أي. بإذن الله. طبعا سيادتك انا لازم برضه اوجه حضرتك التحيه، حضرتك كنت من الاعلاميات يعني السابقات في هذا الملف. اشكرك. واقدر اقول لحضرتك انه بما ارتقيته طبعا وجهود الزملاء في الاداره المحليه والاسكان وجهود الزملاء ايضا اللي تقدموا مشاريع قوانين تخص التصالح، وانا شرفت ان انا اكون احد هؤلاء ايضا. يعني استطيع اقول لحضرتك ان الصوره المتكامله اللي موجوده حول هذا الملف لاغلاقه بشكل نهائي وإغلاق ملف التعديات والمخالفات في البناء هتبدأ من إقرار قانون التصالح. ما تقولي حاجة بقى كده انفراد ليا بقى، بما إنه ده ملفي يعني في قوانين كده أنا واخداها، أنت عارف إيه، واخداها على صدري كده وعلى عاتقي يعني ومهتمة بيها، منها قانون التصالح. قولي حاجة للناس. التصالح في كافة المخالفات، لن يترك عقار أو حيازة لدى مواطن في ملف المخالفات في قانون البناء إلا وسيتم وضعه في أولوية التصالح. تمام. يعني أستطيع أن أقول ده مفيش مواطن هيتحرم أو هيتضر في إطار القانون. أنا قلت حاجة، وأنا أقول يمكن أنا قلت مع حضرتك قبل كده إن ثقافة الدولة المصرية هي عدم الضرر للمواطن مع الحفاظ على مقدرات الدولة المصرية وحقها طبعا. وده هيدينا منفذ زي ما قلت لحضرتك قبل كده أن تتم مراجعة الأحوزة العمرانية مرة أخرى، وأن يتم مراجعة قانون البناء مرة أخرى، وأن يجب أن ينظر أيضا لمن لم يخالف ولم يتعدى أنه هو أيضا يجب أن تكون له إتاحة بشكل أو بآخر بما لا يمس الرقعة الزراعية في مصر. تمام. ومن خلال حضرتك أيوة. أنا أقدر أقول بشكل واضح جدا أنه فور إقرار هذا القانون أنا بأدعو جميع المواطنين أيوة. من ارتكبوا مخالفات خلال الفترة الزمنية السابقة إن هم يسارعوا إلى تخمين وضعهم أيا كان الوضع اللي هم خلفوا فيه وأيا كان نوع المخالفة، لأن القانون سيتسع للجميع. تمام. الحالات الشديدة الغير قابلة للتصالح دي هيبقى فيها طبعا بعد نظر من قبل طبعا السيد رئيس المجلس الدكتور حنفي جبالي. أرجوكوا يبقى فيها بعد نظر مجتمعي، أرجوك يا ست النائب. يعني ده هيتم طبعا حضرتك عارفة إن القانون يجب أن يتفق مع الدستور أيضا. مفهوم مفهوم. فبالتالي مفهوم. أنا عشان بس الأمور تبقى واضحة إنه القانون في عمومه هو التصالح وتقنين الوضع، الحالات التي لن ينطبق عليها القانون أعتقد إنه هيبقى ليها بعد زي ما حضرتك فضلت تقولي بعد اجتماعي علشان نقدر نستوعب الجميع. ومن لحظة هذا الاستيعاب برضو هيكون في إجراءات شديدة وصارمة طبقا أيضا للقانون. لا خلاص مش هيبقى فيه هزار بقى طبعا، لأنه مش هيبقى فيه مساحة ولا تحال. الجميع يعلم يعني الجميع شاف ورأى واستشعر بنفسه يعني صعوبة هذه المسألة، لأن احنا برضو عندنا التزام لدى للدولة المصرية للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع المخالفات. لا ده بالذات ما فيهوش هزار ولا في أي تجاوز. حضرتك برضو من يعني الشخصيات التي تعلم جيدا يعني صعوبة أيضا ملف انهيار العقارات وتقدم طبعاً. نعلم جيدا مسألة تخطيط وضع اليد، نعلم أن هناك قانون أيضا لرقمنة العقارات، فبالتالي مصر تسير في إطار حوكمة الثروة العقارية. ده هيتطلب وعي شعب، لأن مسألة إن إحنا نقول إن كان في تجاوزات والدولة بتتصالح والبرلمان بيقر قانون للتصالح
بس مش نفكر في مسألة تعديات أخرى. لا مش هنكمل، مش هنكمل في التعديات، هنبقى نقطة من أول السطر. بالضبط كده. والجميع، جميع المؤسسات، وفي تقديري الشخصي أن جميع المؤسسات تتفق على أن هذا الملف يجب أن يغلق عشان مصر تنطلق بعد كده في ثروة عقارية منضبطة واضحة. نعم. معالمها واضحة للجميع. طيب بعد أسبوع من دلوقتي، النهاردة 23، بعد أسبوع هتبدأوا العودة للبرلمان، قول لي تقريبا يعني، يعني هياخد وقت قد ايه تقريبا؟ طيب طبعا يعني في قواعد لمساله مناقشه القوانين واقرارها، مفهوم، بتبدا طبعا من وصول المشروع القانون الى البرلمان. ايوه طبعا امانه المجلس للجان المختصه علشان يتم مراجعته مره اخرى، ثم اقراره داخل اللجان المختصه، ثم عرضه مره اخرى على الجلسه العامه لاقراره بشكل منضبط. انا اتمنى يعني يبقى في شغل أن يكون مكثف. ان يكون هذا القانون هديه لينتهي في مده لا تتجاوز يعني 60 او 90 يوم. لا خلينا في 60 90 كتير يعني مش عايزينها، عايزين ننجز. أتمنى عايزين ننجز يا سياده النائب. ما هو انا بقول لحضرتك انا برضو مش برضو ننجز نكروت، لا ننجز لانه كده. اعتقد هو خلاص يعني احنا عارفين ابعاد الموضوع ايه، مش لسه بننظر في القانون من اول وجديد. يعني انا اتمنى ان هو يكون في اسرع وقت، لكن حضرتك عارفه اليه التعامل برضو ده شيء انا لا املكه. طبعا لكن طبعا انا اتمنى ان شاء الله ان هو يكون هديه قبل نهايه العام. ده كده تمام. بشكرك سياده النائب عمرو درويش، بشكرك شكرا.